أنا محمد يوسف نصار، طلعت الرابعة جمهورية علم رياضة. أنا عرفت الخبر لما كنت قاعد في الأوضة عادي خالص، ففجأة لقيت الموبايل بيرن، فرديت لقيت بيتصل بيا مدير المدرسة ومعاه وكيل الوزارة بيقول لي ألف مبروك، طلعت الرابعة على الجمهورية. طبعا يعني اتصدمت كده، وبعدين شكرت ربنا ورحت بلغت أهلي، ووالدتي صحتها من النوم عشان أعرفها، وبعدين بقى صحيت وكان في فرحة شديدة يعني، وبلغت باقي أهلي وبلغت والدي. وبعدين انا يعني ده هدفي من اول السنه، ده هدف ان انا اوصل له. انا بادئ السنه هدفي ان انا اطلع من الاوائل، كنت بطلع يعني اخش الدرس اطلع، يعني حتى في امتحانات الدروس لو نقصت في الامتحان ده ما ينفعش اسيب الامتحان، اسيبه من غير ما اشوف الغلطه دي انا غلطتها ليه واعالجها ازاي، ويعني غلطة تركيز، غلطة أنا مش فاهم الحتة دي، أنا مش فاهم حاجة، فبعدين أروح لازم أعالج الغلطة، مفيش ما ينفعش أخلص امتحان غير لما أستفيد منه. وبعدين كنت يعني كل يوم ما أسيبش حاجة، لازم أخلص كل حاجة أول بأول يعني، ما أسيبش حاجة أأجلها. ويعني اجتهدت طول السنة والحمد لله حققت الحاجات اللي أنا كنت نفسي فيه بقى، ولو إن أنا كان نفسي يعني يبقى أعلى من كده يعني، بس الحمد لله بقى.